سعادة قنصل جمهورية غينيا السيد فواز نعمة الله رضا، سعادة قنصل جمهورية العراق السيد شهاب الزوبعي، مسؤولة السيدة يسرى طنطاوية المساعدة الإدارية للسيد قنصل غينيا، رئيس المكتب الوطني لحقوق الإنسان سوريا السيد قتيبة قاسم العرب، السيدة خديجة نادي مسؤولة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أفراد السلطات المحلية، السادة والسيدات ممثلي الجمعيات الحاضرة وممثلو وسائل الإعلام الذين يدعمون دائما والحضور الكريم، أشقاؤنا الأفارقة الذين لم يتوانوا عن القدوم للتعبير عن فرحهم لعودة المغرب للحضن الإفريقي. بهذه الاحتفالية بمناسبة عودة المغرب للحضن الإفريقي الإفريقية التي لم يكون يوما المغرب غائبا عنها، هو حاضر في جميع الاتفاقيات في المساعدات التي قدمها لأشقائه. احتفلنا هنا مغاربة وأفارقة بأمة واحدة هي إفريقيا الكبرى، إفريقيا السمراء التي هي قارتنا جميعا، وبحضور العدد من القنصليات والسفارات الإفريقية وأيضا العربية، فنحن أمة لا نتجزأ عربا وأفارقة، ونتمنى الازدهار لإفريقيا بسواعدنا. اليوم نحتفل وغدا علينا أن نبدأ العمل من جديد. شكرا لكم. سنمر إلى تقديم دروع تقديرية وشهادات تقديرية لمن ساهم معنا ولمن يساندنا كمملكة مغربية ومن يساند القارة الإفريقية التي لا نتجزأ عنها. سفارة جمهورية العراق، أتقدم بخالص التحيات وأصدق التبريكات إلى حكومة وشعب المملكة المغربية وعلى رأسهم جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. Mesdames et messieurs, les représentants des autorités publiques, encore une fois, d'avoir répondu oui à notre invitation. Nous remercions encore à nos artistes ici présents. Nous remercions également le groupe Hal pour l'affichage de M. Azhari, la sonorisation de M. Kamil.